بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد والي الولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية العسكرية والأمنية، السادة النواب البرلمان بغرفتين، الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين والأسرة الثورية، السادة رؤساء الدواكر، أعضاء الهيئة التنفيذية، السادة المنتخبين المحليين، السيد مدير جامعة بوشعيب الحاج بوشعيب عايز تيموشن، القطارات النقابية، والسادة الحضور والمدعوين، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من كل سنة، يوم 24 فبراير، ونحن في سنة 24 فبراير سنة 2023، إن الشعب الجزائري وكل عمال وعاملات المنظمة الشريفة كشرف الجزائر تحيي هذه الذكرى من كل سنة، ذكرى 67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956، والذكرى 52 لتأميم المحروقات يوم 24 فبراير 1971. إننا عندما نقف بإكبار وعزة وشموخ عند هذين الحدثين التاريخيين الوطنيين، نجدد كعمال وعاملات الوفاء والاستلهام من معاني التضحية، ونؤكد التعلق بهذا الوطن العزيز والغالي على كل جزائري وجزائرية. نتذكر في هذه الوقفة عندما تأسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 وعلى رأسه الشهيد عيسى الكدير، لقد أوصلت هذه المنظمة تحت قيادة المجاهدين والشهداء الأبرار، أوصلوا كلمة الحق إلى كل المنابر الدولية. ففي تلك الأيام التي كان الشعب الجزائري يعيش مرارة الاستعمار الغاشم ويقوم ويقود حربا ضروسا، ساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في استقلال هذا الوطن بخيرة أبنائه وبناته أبناء الثورة التحرير. وقد توارثت الأجيال والمنظمة الشريفة كشرف الجزائر ولادة، توارثت الأجيال في استقلال 62، وإن المنظمة وقفت مع الدولة الجزائرية لبناء هذا الوطن العزيز بخيرة إطاراتها النقابية. في أوقات